السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حلقات ثقف نفسك اليوم أتكلم لماذا العرب في الجاهلية يستخدمون الرقم 7 في ذكر العدد المضاعف للأشياء، مثلا عن كلامهم لاتساع البحر وكثرة، يقولون 7 البحور. حتى اليوم في التواصل الاجتماعي نلاحظ الشيف أو الطباخة عندما يعد الأكلة، لما يجي عند الفزار يقول ناخذ من 7 الفزارات. طيب هي فيها أكثر من خلطة، أكثر من 7، لكن عبر بالكثرة بالسبعية. حتى الكتاب المقدس عندما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاطب الله سبحانه وتعالى العرب حسب ما هو متعارف عندهم بالسبعية العدد في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، هنا الشاهد، فلن يغفر الله لهم 70 مرة. فلذلك خاطبنا الله على قدر عقولنا. طيب منين جاء السبعية؟ اللي يظهر لي أنا، طبعا يظهر لي ورحب بالتعليق الإيجابي، العلم بحر ما هو حكر على أحد، إنها جت من كلمة أسبوع، 7 أيام، أسبوع 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 أسبوع، 50 مرة تكرر أسبوع في السنة، بعكس الشهور 12 مرة. لذلك أخذوها من كلمة أسبوع. هذا اللي يظهر لي، والله أعلم، والسلام عليكم.